أن الذكاء الاصطناعي في فنجان جديد من قهوة وفنجانة. سوف نترك موضوع محمد صلاح قليلاً ونتكلم اليوم عن مصطلح يهمنا كثير ويستخدمه الصهاينة كثيراً، معاداة السامية. فجهز فنجان قهوة أو شاي حسب الرغبة ودعنا نبحر في المصطلح الأكثر جدلية في التاريخ. أنا فهد التميمي في فنجان جديد من قهوة وفنجان، وراح نترك موضوع محمد صلاح شوي ونتكلم اليوم عن مصطلح يهمنا كثير ويستخدمه الصهاينة كثيرا، معاداة السامية. فجهز فنجان قهوة أو شاي حسب الرغبة وخلينا نبحر في المصطلح الأكثر جدلية في التاريخ. وبعد ما تشوف الفيديو اعمل لك لفة على المصادر في الوصف، وقبلها اعمل لايك واشتراك وشارك المحتوى ليصل لأكبر عدد من الناس. وسأقوم إن شاء الله بترجمة الموضوع إلى اللغة الإنجليزية لكي يكون هناك وصول أكبر لنصرة أخواننا في فلسطين المحتلة في الحرب فكرية وثقافية وتاريخية، وليست مجرد صواريخ وطلقات. للتذكير، الموضوع نقلته بتصرف من مقال الكاتب والباحث محمد خليفة حسن، نشر في موقع الجزيرة.net. في الكتب السماوية، فالنبي نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية، وبعد الطوفان فإن نسل البشرية هم من أبناء نوح الثلاثة، سام وحام ويافث. وحسب موقع الجزيرة.net، فإن مفهوم العداء للسامية مفهوم يهودي صهيوني معناه الحرفي ضد السامية، ويترجم أحيانا إلى العربية بمعاداة بمعاداة السامية واللا سامية وكراهية السامية. أما الساميون فالمقصود به حرفيا سلالة سام بن نوح عليه السلام، وهو أيضا مصطلح توراتي، حيث تقسم الأجناس البشرية إلى ثلاثة أقسام، هي الساميون وينسبون إلى سام بن نوح عليه السلام كما أسلفنا، وعادة ما يشار بهم إلى الشعوب الساكنة في شبه الجزيرة العربية، وركز معي، وفي بلاد النهرين العراق القديم، وفي المنطقة السورية سكان سوريا ولبنان وفلسطين. وإن كانت التوراة قد أخرجت الكنعانيين من أسرة الساميين وضمتهم إلى الحاميين كنوع من الانتقام منهم ولعنتهم. الحاميون وينسبون إلى حام بن نوح عليه السلام، ويقصد بهم الشعوب الساكنة في القارة الأفريقية بلونهم وملامحهم المعروفة. اليافثيون وينسبون إلى يافث بن نوح عليه السلام، وهو أصل الشعوب الهندو أوروبية الساكنة في منطقتي الشرق الأقصى وأجزاء من الشرق الأدنى القديم بلاد فارس والشعوب الأوروبية، وهو تقسيم عرقي يقوم على أساس من اللون. وهكذا يقصد بالعداء السامية عداء الشعوب اليافثية والحامية الهند أوروبية والأفريقية للشعوب السامية. وقد تم اختزال العداء للسامية في اليهود وإخراج بقية الساميين من حظيرة السامية، واعتبار اليهود ساميين يعيشون في مجتمعات ليست سامية، هي المجتمعات الهند أوروبية. لكن كيف يعرف الصهاينة السامية؟ تذكر دائرة المعارف اليهودية في تعريف مصطلح معاداة السامية بأنه مستخدم منذ نهاية القرن التاسع عشر للإشارة إلى أي حركة منظمة ضد اليهود أو أي شكل آخر من أشكال العداء لليهود. ويعني المصطلح كراهية اليهود بشكل عام، وهو عداء موجه إلى أشخاص يدينون باليهودية أو يعودون إلى أصول يهودية، ولذلك فهي مختلفة عن التعصب ضد اليهود في العصر الوسيط، لأن هذا التعصب ديني وكان من الممكن أن ينتهي بالدخول في المسيحية. وقد استندت نظرية معاداة السامية في العصر الحديث إلى التمييز بين عرقين، العرق الآري والعرق السامي، ونسبة صفات معينة متميزة لهذا الجنسين. وانتشر هذا الاعتقاد طبعا في ألمانيا، حيث أدى النشاط اليهودي في كل المجالات الحياة إلى إثارة كراهية الألمان وحقدهم على اليهود. وكان النصاب نسبة التعصب ضد اليهود إلى أسباب دينية بسبب المناخ الديني المتسامح في ذلك العصر، وأيضا بسبب أن اليهود تقدموا اجتماعيا في الوقت الذي ضعفوا فيه دينيا. كان الصحفي ويليام مار أول من استخدم مصطلح معاداة السامية عام 1879، وذلك لتمييز الحركة المضادة لليهود. وبدأت تظهر الكتابات المعادية لليهود في ألمانيا مثل كتابات يوغن دورنج
ضد السيادة اليهودية على الحياة الألمانية، والداعية لاتخاذ معايير لتصحيح هذا الوضع، وذلك بعدما لقيت هذه الحركة دفعة قوية على يد المستشار الألماني بسمارك. وقد نشأت جماعة أو جمعية معاداة السامية بعدما تمكنت من جمع 255,000 توقيع يطالب بطرد اليهود، كما قامت مظاهرات عدة في بعض المدن الألمانية مؤيدة لهذا الاتجاه. وقد رفعت ضد اليهود تهمة القتل الطقوسي، تهمة الدم التي وجهت لهم في العصور الوسطى. وكسب حزب معاداة السامية 15 مقعدا عام 1893 في الرايخستاغ أو البرلمان الألماني، وانتشرت الحركة المعادية للسامية من ألمانيا إلى بقية البلدان الأوروبية. وتجددت في روسيا الاضطهادات الدينية عام 1881، وتم تكوين جماعة معادية للسامية في النمسا عام 1895، وتكونت إدارات صريحة معادية للسامية في فيينا رأسها كارل ويجر. وفي المجر ظهرت تهمة القتل الطقوسي عام 1882، ووصلت الظاهرة إلى فرنسا رائدة التحرير اليهودية، وانتشرت الدعاية المضادة لليهود بواسطة بول بونتو وإدوارد دورتموند مؤلف كتاب فرنسا اليهودية عام 1886. أما في إنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة ظهرت أشكال معاداة السامية، وفي أول مؤتمر دولي لمعاداة السامية طولب بتطبيق قيود متعصبة ضد اليهود، وقد أعطى هوستون ستيوارت شامبرلان قاعدة فلسفية لهذا المفهوم، وذلك بوضعه الألمان على قمة البشرية ووضعه اليهود في أدنى سلم البشرية. يلاحظ أن مصطلح العداء للسامية يحتوي ضمنا على العديد من المغالطات التاريخية والإثنية، إذ أن اليهود الأوروبيين الذين اخترعوا هذا المصطلح لا ينتمون إلى الساميين، بل هم أوروبيون يعيشون في أوروبا منذ عام 70 ميلادية بعد أن طرد الرومان اليهود من فلسطين وشتتوهم في كل بلاد العالم فيما يعرف بالشتات اليهودي العام. وقد تغيرت الأوضاع العقلية والجسمانية لليهود الذين شتتوا في البلاد الأوروبية وفقدوا المواصفات العربية السامية وأصبحوا أوروبيين، وذلك من خلال عدة عوامل: العامل المناخي الجغرافي الذي أفقد اليهود صفاتهم العرقية العربية فتغيرت ألوانهم وتبدلت عقولهم، المصاهرة التي تمت بين اليهود والأوروبيين إثر تحول عدد كبير من اليهود إلى المسيحية بعد ظهورها وانتشارها في أوروبا، وقد تم هذا التحول اليهودي إلى المسيحية إما طواعية أو نتيجة لاضطهاد كنسي مسيحي لليهود خلال فترة العصور الوسطى. وقد دخل اليهود المتنصرون في علاقة مصاهرة مع المسيحيين في المجتمع الأوروبي، وتغير دمهم وتحول نسبهم من بعدهم إلى هندو أوروبيين، وفقدوا بالتدريج صفات العربية السامية. ويجب أن نشير هنا إلى ضرورة تصحيح هذا المصطلح وتوضيح ما به من أخطاء ومغالطات مقصودة، ومن أهم وجوه التصحيح اللازمة ما يلي: المصطلح يشير أساسا إلى كراهية اليهود والعداء لهم لأسباب ذاتية تعود إلى طبيعة الجماعات اليهودية وطبيعة الشخصية اليهودية، كما تعود إلى أسباب خارجية طورت فكرة كراهية اليهود في النفس الأوروبية. مفهوم كراهية اليهود مفهوم محدود فيهم، ومن الخطأ تعميمه لكي يشمل كل الساميين. مفهوم كراهية اليهود مفهوم غربي ويشير إلى ظاهرة غربية وليس لها وجود في الشرق، وبخاصة في الشرق السامي العربي القديم، ولا في الشرق الإسلامي، وذلك لأن كراهية اليهود في الغرب نتيجة لمشكلة طورها الغرب وسماها بالمشكلة اليهودية، ولم يمثل اليهود مشكلة بالنسبة للشعوب الشرقية. وبالعودة إلى المصادر التاريخية اليهودية نجد أن مصطلحي المشكلة اليهودية والعداء للسامية لا يوجدان في قاموس العلاقات بين اليهود والشعوب الشرقية، ولكنهما سائدان في قاموس العلاقات بين اليهود والشعوب الغربية. اليهود في الغرب ليسوا ساميين، لأنهم ومنذ عام 70 ميلادي أصبحوا أوروبيين على المستوى العقلي والإثني كما سبق بيانه. ومن الطبيعي حتى لا تفسد النظرية في تطبيقها العام على التاريخ البشري أن يوجه سهم معاداة السامية إلى كل الشعوب بلا استثناء، ويعتبر العرب من بين أهم الشعوب التي اتهمت بالعداء للسامية.
ويكتب تاريخه العام بواسطة المؤرخين الصهاينة من زاوية العداء والكراهية، رغم أن التاريخ العربي كله يشهد بالعلاقات الطيبة مع اليهود، كما أن المؤرخين اليهود الموضعيين والسابقين لظهور الصهيونية اعتبروا حياة اليهود في العالم العربي والإسلامي تمثل العصر الذهبي في التاريخ اليهودي. والحق يقال إننا نتخذ من تاريخ العلاقات اليهودية الإسلامية دليلا قاطعا على زيف نظرية المعاداة الإسلامية. والسؤال هنا، إذا كانت نظرية معاداة السامية نظرية عرقية، فكيف يمكن توجيه تهمة العداء للسامية إلى العرب وهم ساميون؟ توجيه هذه التهمة ينطوي على العديد من المغالطات التاريخية والإثنية العرقية، ومن أهم هذه المغالطات أن العرب ساميون ويمثلون الأصل الأول للساميين، ولا يمكن للعرب أن يكرهوا أنفسهم كساميين ويضطهدون أنفسهم ويعادون جنسهم. إن توجيه التهمة إلى العرب معناها إنكار سامية العرب، وأن اليهود هم فقط الذين يمثلون الساميين. إن العرب لم يضطهدوا اليهود في التاريخ بسبب عرقهم ولا بسبب دينهم، وتثبت معطيات التاريخ اليهودي واعترافات المؤرخين اليهود أن البلاد العربية والإسلامية كانت دائما ملاذا لليهود يفرون إليه من الاضطهاد الأوروبي لهم، سواء لأسباب دينية أو لأسباب عرقية كما يدعي اليهود. إن اتهام العرب بالعداء للسامية يدخل ضمن إطار تعميم نظرية معاداة السامية لتشمل العالم كله، ويتم في نفس الوقت قصر الساميين على اليهود، وهذا فيه مغالطتان هما اتهام البشر كلهم بمعاداة السامية وتحديد اليهود فقط كساميين، وكأن العداء البشري لليهود عداء عرقي إثني. إن معاداة السامية اختراع يهودي أوروبي ليس له علاقة بالبلاد العربية، ويتصل بمشكلة اليهود في أوروبا. مع تطور المقاومة العربية للمشروع الصهيوني، تم توجيه الاتهام إلى العرب معاداة السامية ووقوفهم في طريق المشروع الصهيوني واضطهادهم للأقليات اليهودية في البلاد العربية، والكثير من هذا الكلام الغير صحيح، وارتكابهم أيضا مجازر ضد الأقليات لدفعها إلى الهجرة إلى فلسطين قبل قيام الدولة وبعدها. والحقيقة أن الباحث الموضوعي لأحوال يهود العالم العربي والإسلامي في العصر الحديث يعرف تماما أن اليهود استقروا في المنطقة العربية والإسلامية استقرارا دائما وثابتا، واندمجوا في البيئة العربية الإسلامية اندماجا تاما على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بشكل لم يحدث لليهود في أي مجتمع آخر. وكان المجتمع العربي الإسلامي مجتمعا مفتوحا أمام اليهود، فلم تحدد إقامتهم في أحياء مثل ما كان الوضع في أوروبا المسيحية، حيث تم الفصل التام بين الأقلية اليهودية والغالبية المسيحية من خلال عزل اليهود داخل أحياء وعدم السماح لهم بالتعامل مع المجتمع الكبير. وأصبح الحي اليهودي بمثابة دولة داخل الدولة، وذلك إلى حد أن الصهيونية باركت الجيتو اليهودي في العصر الوسيط في أوروبا المسيحية، لأنه حافظ على الشخصية اليهودية كما يزعمون، وحماها من الضياع داخل المجتمع الأوروبي، وذلك بسبب سياسات العزل أو الفصل التام بين المجتمع اليهودي والمسيحي في المدينة الأوروبية. أما المجتمع العربي المسلم فقد حدد اليهودي والمسيحي كذلك وضعا دينيا شرعيا يضمن له الحماية الشرعية والدينية. فاليهود والمسيحيون صنفوا على أنهم أهل كتاب وأهل ذمة مع المسلمين، الأمر الذي حقق لهم الحياة الآمنة المستقرة داخل المجتمع المسلم. وحصل أهل الكتاب على استقلالهم الديني وحريتهم الدينية في ظل اعتراف إسلامي باليهودية والمسيحية، وهذا أمر لم يتحقق لليهود في العصور الوسطى بأوروبا التي أنكرت الديانة اليهودية ولم تعترف بها، وصنفت اليهود على أنهم كفر لا يؤمنون بعيسى عليه السلام، وعلى أنهم قتلة المسيح عليه السلام، ولا يستحقون إلا الاضطهاد، مع الحفاظ عليهم لأمر لاهوتي وأنهم شهود على عيسى عليه السلام ودعوته ووجوده. وبذلك جمعت الكنيسة المسيحية بين اضطهاد اليهودي والحفاظ عليه في نفس الوقت، وقد حققت فكرة الجيتو اليهودي هذا الهدف.
مع قيام الحركة الصهيونية وسعيها لتحقيق مشروعها السياسي في فلسطين المحتلة لم تتغير نظرة العرب والمسلمين اليهود الذين يعيشون في البلاد العربية والإسلامية. وكانت المقاومة العربية في فلسطين موجهة ضد اليهود المهاجرين من أوروبا وغيرهم القادمين لاغتصاب فلسطين وانتزاعها من العرب. وهنالك أدلة عديدة على عدم تطور اضطهاد عربي للأقليات اليهودية، أهمها رفض غالبية يهود العالم العربي للنشاط الصهيوني الدافع إلى الهجرة ورفضهم فكرة الهجرة إلى فلسطين بسبب استقرارهم في بلدانهم وبسبب إمكانية قيامهم بزيارة فلسطين في أي وقت. وقد قويت العلاقات بين الأقليات اليهودية في العالم العربي والإسلامي بفلسطين، وتمثل ذلك في الزيارة المستمرة لفلسطين والعلاقات المتصلة بيهود فلسطين. تأخر هجرة اليهود العرب إلى فلسطين إلى ما بعد قيام إسرائيل، رغم أن حركة الهجرة اليهودية التي شنتها الصهيونية تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر، حيث بدأ اليهود يتوافدون في هجرات كبرى متتالية إلى فلسطين، وبقي يهود العالم العربي والإسلامي في بلدانهم بدون اضطهاد وبدون رغبة في الهجرة. النشاط الصهيوني بين يهود العرب العالم العربي والإسلامي تأخر كثيرا، ولم تعتمد الصهيونية في مشروعها على اليهود العرب، فهو مشروع يهودي غربي يعالج مشكلة يهودية غربية ليس لها وجود في العالم العربي والإسلامي عموما. ولذلك لم يصبح النشاط الصهيوني بين يهود العالم العربي والإسلامي قويا إلا قبل قيام دولة إسرائيل بسنين قليلة. هجرة يهود العالم العربي إلى إسرائيل لم تأتي نتيجة اضطهاد عربي، وإنما نتيجة ضغوط صهيونية قوية أجبرتهم في النهاية على ترك بلدانهم العربية والهجرة إلى إسرائيل. يعني لو جاك صهيوني وقال لك أنك معادي للسامية، افتح له مصادر التاريخية وبين له أن العرب هم شعوب سامية، وأن زعماء صهيون عندما يريدون تهدئة العرب نعتوهم بأنهم أولاد العم، فكيف يعادي الإنسان نفسه؟ وانت تشرب قهوتك في فنجانك، حاول تثقيف نفسك ولا تركن للدعاية المضادة. طابت أوقاتكم.